عسلامة ومرحبا بكم ناس الكل في فيديو جديد. كيف العادة اليوم كيف العادة شنحكيو على الملاعبية توانسة المحترفين البرة، شنحكيو على الميركاتو وخاصة اللاعبين اللي ان شاء الله في الأشهر القادمة باش تعزز صفوف المنتخب التونسي، وان شاء الله يا ربي على حسب الأخبار المتوفرة إسماعيل الغربي يكون واحد فيهم بطبيعة لي صح أول عقد دي مع باري سان جيرمان. هذا الكل في الفيديو متاع اليوم، لكن قبل ما نحكيه في الحاجات هذه الكل خليني نحكي ساعة على المشكلة قاعدة صايرة بين جامعة التونسية الكرة قدم والوزارة. بطبيعة نعرفوا فما مشاكل معناها بيرسونيل ما بين وديع الجاري والوزير بتاع الرياضة، صراحة ان الحاجة ما تشرفش كرة قدم التونسية. العباد الكل تعرف انه الجامعة التونسية الكرة قدم فيها برشا خور صراحة، دونك فما مشاكل كبيرة في الأشهر اللي فاتت. نشوفوا في الوزارة قاعدة تهدد في الجامعة التونسية لكرة القدم بعقوبات نجم توصل حتى أنه تحلها، لنا طلب للعبادة ذومة كلكو سوا معناها الجامعة وإلا الوزارة، سيبوا المنتخب، أرفعوا يديكم على المنتخب، خليونا يا أخويا شيخين، خليونا نمشيوا لكوب دي موند شيخين. نعرف وراه كي الوزارة تتدخل في الجامعة وتعمل عقوبات وإلا تحل ولا اللي هو، نجم الفيفا تتدخل ومعناها تحرمنا من الكوب دي موند. سيبونا خليونا فرحانين بالمنتخب متاعنا، خلينا نعملوا التحضيرات، عندنا مباريات وديه من اعلى طراز ضد منتخبات كبيره. كيف كيف شوفوا في المنتخب معناها في الدوره الوديه متاع اليابان عملنا اداء مشجع على الاخر وقدمنا نيفو محترم. سيبونا المنتخب التونسي خلينا شيخين بيه، وان شاء الله بتبيع الكلام هذا يوصل توا وقت باش العباد الكل تحط اليد في اليد لمصلحه المنتخب التونسي ومشاكلكم خليوها بعيد، وان شاء الله بتبيع كلامي هذايا يوصل. كيف كيف بالنسبة للمنتخب التونسي ومدرب منتخب التونسي، سمعنا قبل دورة جابون انه لورون بلون شي حطوه في بلاصة القادري، دونك على حسب البيين سبورج وديع الجيري عمل تصريح ويكذب الحاجات هذه الكل ويأكد بقاء جلال القادري على رأس المنتخب التونسي. كيف كيف اللي ما عندهمش نية باش يبدلوا لونترينور، دونك ان شاء الله احنا الناس الكل كيما قلنا معنا وراء المنتخب التونسي ان شاء الله ندعموا جلال القادري. فهم برشا عباد مش عاجبها الكلام هذا، تو مصلحه المنتخب قدام الناس الكل، خاصه انه النتائج عملها المنتخب التونسي مع جلال القادري مشجعه على الاخر، وبالتوفيق ان شاء الله المنتخب التونسي. كملنا مع الدوسي هذايا ونحكيوا تو على المحترفين توانسة على الميركاتو، بما ان فما صحيفه فرنسيه اسمها بي سوكر قاعده تنصح في بطبيعه الفرق الاوروبيه باش تنتدب لاعبين توانسه، خمسه ملاعبيه توانسه، ملاعبيه توانسه هذوما بطبيعه حنا بعل المجبري، محمد دراجر، وهاب الخزري، طالبي، محمد علي بن رمضان. بطبيعه الصحيفه هذه بعد ما شافت المنتخب التونسي ترشح الكوب دي موند، شافت الاداء نتاع الملاعبيه اللي كنت نذكر فيهم، خاصه الاداء اللي قدموه في فرقهم. الملاعبيه هذوما كما تعرفوا من احسن ما عندنا في المنتخب التونسي. كيف كيف الصحيفه هذه شجعت دونك الفرق هذه، بما انه حكيت انه اللاعب التونسي عنده القدرات الكل باش يفيد الجمعيات هذه والا الفرق هذه في البطولات الاوروبيه، دونك ان شاء الله احنا نتمناو ملاعبيتنا تمشي الفرق خاصه كبيره في الاوروب تلعب في البطولات الاوروبيه باش ترجع ديما المصلحه للمنتخب التونسي. نكملوا نحكيوا على الياس الصخيري. على حسب الصحافي الفرنسي فابيان غيون، فما ثلاثه فرق فرنسيه منهم اولمبيك ليون قاعدة تتابع في الياس الصخيري، وبطبيعة قاعدة تستفسر في الوضعية متاع الياس الصخيري في نادي كولن، بطبيعة ما قدمتش عرض رسمي. كيف كيف اللعبة ذي محل متابع من فريق بنفيكا البرتغالي. نذكروا أنه الياس الصخيري السنة ترشح مع فريق كولن الكونفيرنس ليج، لاعب عمره 27 عام في قمة العطاء متاعه. نعرف القيمة التسويقية متاع الياس الصخيري 13 مليون أورو، دونك بالتوفيق للعبة ذي، وكما حكينا برشا مرات إن شاء الله يمشي الفريق يلبي له الطموحات نتاعو. خليني توا نحكي على اسماعيل الغربي، ورسميا اللاعب هذا اللي بتبيع عنده اصول تونسيه اسبانيه فرنسيه، صح عقد مدته 3 سنين مع باريس سان جيرمان، موهبه باريس سان جيرمان، الموهبه التونسيه اللي نتمناو الناس الكل انه يلتحق بالمنتخب التونسي. وكيما حكينا على حسب الاخبار المتوفره انه اسماعيل الغربي كان يستنى باش يركح الكونترا نتاعو مع فريقه باريس سان جيرمان، بعد بطبيعه يركح دوسيه انضمامه للمنتخب التونسي. فما برشا عباد تقول لك ديجا راهو التحق بالمنتخب الاسباني، لا راهو مازال الاختيار النهائي ما حسموش، بما انه التحق بالمنتخب الاسباني تحت 18 عام اكاهو، ديجا حصل له قبل التحق بالمنتخب الفرنسي تحت 18 عام، دونك الشواء الرسمي يكون كان في الاكابر. برشا لاعبين معناها في المنتخب التونسي على غرار باغ اكزومبل حنا بعد المجبري معناها حصل لهم انه مثلوا المنتخبات اللي يلعبوا فيها قبل كيما المنتخبات الفرنسيه، لعبوا في لي كاتيجوري جون، لكن في الاخر كيما تشوفوا التحقوا بالمنتخب التونسي. ان شاء الله بطبيعه اللاعب هذا يجينا
لتونس على خاطر لي كاليتي اللي عنده ينجمو كان ينفعونا صراحه. نستحقوا البروفيل نتاعو. اللاعب هذا السنه بطبيعه لعب معناها في بطوله فرنسا تحت 19 عام، لعب 15 ماتش، لعب 6 ماتشات مع الليغ الشباب، كيف كيف في الكوب نتاع الشباب لعب ماتش، وفي لي كومبيتيسيون الكل ماركا 9 بونتو، عمل 10 باس ديسيزيف، وينجم يعمل حتى اكثر من كيكا بطبيعه. اسماعيل الغربي فرحان برشا بالعقد هذايا، اول عقد احتراف لي هو، دونك قال فخور برشا الانضمام لنادي كبير كيما هكا. كيف كيف فرحان برشا انه خالط ملاعبيه كبار كيما مبابي كيما ميسي كيما نيمار. قال كيف كيف فخور برشا اني ننتمي لكلوب كيما هكا اللي حصل لي ماركيت بونتو، صحيح في ماتش اميكال لكن يقعد بونتو مهم برشا في كارير متاعي وبدايتي مع الفريق هذا. دونك ان شاء الله بالتوفيق للاعب هذا ونشوفوه في اقرب وقت بازياء المنتخب التونسي. خليني توا نحكي على موضوع حبيت نحكي عليه عندي مده ديجا حكيت عليه لكن نزيدو نحكيو عليه بالديتاي، هو انضمام اللاعبين التوانسه في الفتره هذه بطبيعه البي ناسيونو للمنتخب التونسي، بما انه فما برشا عباد تقول لك انه الملاعبيه اللي ما ساهموش في الكاليفيكاسيون تاع تونس للكوب دي موند مش من حقهم انه يجي توا للكوب دي موند. بطبيعه الحكايه هذه نربطها براني خذيره اللي رجع الكلام انه راني خذيره باش يلتحق بالمنتخب التونسي. ديجا على حسب الاخبار متوفر انه باش يلتحق بالتربص نتاع سبتمبر، يمكن يكون حاضر في الدوره الوديه اللي كان شاركنا فيها في السعوديه. بطبيعه اللاعب هذا اللي عمره 28 عام يلعب في اف سي يونيون برلين، في المجمل السنه عمل يمكن اكثر من 40 مباراه، نسق كبير برشا مع فريقه، دونك السنه ترشح للاوروبا ليج. كيف كيف لاعب يلعب ديفونسور، عنده الخبره الكافيه باش ينفع المنتخب التونسي، وفي المسيره نتاعو عامل 235 مباراه. صراحه حسب رايي اللاعب ينجم ينفعنا على الاخر في الديفونس. لكن قبل ما نحكي على راني خذيره بالتحديد، خليني نحكي معناها على مبدا عام في الكره التونسيه والتحاق اللاعبين هذوما المزدوجين في الجنسيه. المبدا شنو يقول؟ وبطبيعه هذا اللي نتبناه هو انه اي لاعب عنده الجنسيه التونسيه عنده الرغبه باش يجي للمنتخب التونسي، كيف كيف عنده لي كاليتي وكومبيتيتيف مع فريقه، وبطبيعه يمكن خير من اللاعبيه اللي عندنا نجم ينفع للجروب، مرحبا به في المنتخب التونسي وابواب المنتخب مفتوحه للجميع. بطبيعه هذا يتناقض مع برشا كلام عباد تقول لك العباد اللي ما ساهمتش في الكاليفيكاسيون ما عندهاش حق تجي في بلاصه ملاعبيه ساهموا في الكاليفيكاسيون. الكلام هذا نجم نجاوب عليه بحجه برك، بما انه المنتخب التونسي المكانه توا الموجود فيه راهم ساهمين فيها اجيال واجيال. اكزامبل انه المنتخب التونسي كي نشوفوه ديما في لي كومبيتيسيون في لي كاليفيكاسيون ديما تلقانا في مجموعه نوعا ما بارابور مجموعات الاخرين سهله نوعا ما نسلكوها معاهم، وهذا راجع للتصنيف الفيفا نتاع المنتخب التونسي اللي مساهمين فيه ملاعبيه بطريقه مباشره او غير مباشره يمكن توا ماهمش موجودين. دونك وصولنا للكوب دي موند، مباراه البراج ضد مالي، كيفاش الروتور لعبناه في بلادنا، راجع الكلاسمون فيفا نتاعنا اللي ساهموا فيه برشا ملاعبيه يمكن توا مش موجودين. اكزامبل نحكي على اللاعب ما ساهمش في الماتشات الكل نتاع الكاليفيكاسيون لكن كان موجود في زوز مباريات، بار اكزامبل الغندري المفاجاه الاخيره نتاع المنتخب التونسي في الدفاع، لعب كان زوز ماتشات، دونك عيب توا تقول له انه انت ما ساهمتش. دونك المنتخب التونسي مفتوح للجميع، والجورجي اللي نديو حشتنا بالملاعبيه في التوب فورم نتاعهم هذوك اللي يلزمهم يجيو، ينجم يكون راهو لاعب في الكاليفيكاسيون في التوب فورم نتاعو لكن وقت اللي حشتنا به معناها خارج الموضوع ما يتمش الاستدعاء نتاعو. دونك كيما قلنا باب المنتخب مفتوح للجميع، وبالنسبه ليا راني خذيره ينجم يعطي اضافه كبيره برشا. صحيح في 2018 رفض باش يلتحق بالمنتخب التونسي بما انه عنده معناها الحجج نتاعو حكم اللغه، يلزم تحط روحك راه في وضعيه ملاعبيه كيما هكا معناها ما يعرفوش الاجواء التونسيه. كيف كيف زاد الجامعه التونسيه لكره قدم تتحمل جانب من المسؤوليه بما ان هي ما نجمتش تقنع الملاعبيه هذوما باش يجيو التونس. دونك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي، ان شاء الله كما قلت في فيديوهات وديما نحكيها حشتنا بالاسلحه الكل باش نمشيو لكوب دي موند ونعملوا صراحه كوب دي موند مشرفه، خاصه نترشحوا دوزيام تور لاول مره، هذا بطبيعه الحلم نتاع التوانسه الكل وان شاء الله يتحقق. دونك الفيديو حتى انه فين احنا نعرف رايكم في الحكايه هذه نتاع راني خذيره في الحاجات اللي حكيتها الكل. نشوفكم في فيديوهات جايه، نقول لكم بالسلامه.